أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. إذ نناقش في هذه التغطية مشاهدينا الكرام توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية البرية وقصفه العنيف المتواصل وقطعه للإنترنت والاتصالات وجميع الخدمات، في حين تخوض كتائب القسام اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة للتوغل أو للتصدي إلى توغل الاحتلال البري. كذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة، وهذا القرار رحبت به حماس ومنظمات أممية ودولية لإيقاف المجازر الصهيونية بحق المدنيين وإيقاف العقاب الجماعي والكارثة الإنسانية التي تتعرض لها غزة. في هذه التغطية معنا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك دكتور عبد الحميد. السلام عليكم وبركاته. وأيضا عبر سكايب من اسطنبول كل من الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد القادر نعنع. دكتور عبد القادر مرحبا بك، حياكم الله. وأيضا الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو، مرحبا بك أستاذ يوسف. إذن سيجهز معنا بعد قليل. أبدأ معك أستاذ عبد القادر نعنع الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ عبد القادر، كتاب القسام تعلن أنها توغلت في أو قصفت آليات العدو المغلة في بيت لاهيا، كيف تصف لنا المشهد في الساعات الأخيرة؟ إسرائيل مصرة على موضوع التوغل البري لأنه المخرج الوحيد لها من الأزمة التي وقع فيها، لكن إلى الآن هي غير قادرة على شن هذا الهجوم. كلما حاولت شن هذا الهجوم تتواجه بصد من حماس كبير جدا، لذلك التصعيد مستمر على مستوى القصف. يعني شهدنا ما سمي بقواعد حماة أو تدمير كامل للبنى التحتية في غزة، إزالة أحياء كاملة في محاولة لإيجاد مخرج آخر قبل الغزو البري. إلى الآن يبدو أن هناك محاولات لإيجاد آلية أخرى أو سياسات أخرى غير الغزو البري، لكن المشكلة أن المشروع الإسرائيلي أو المشروع الإسرائيلي الذي تدعمه الولايات المتحدة قائم على فكرة اجتثاث حماس نهائيا من الإقليم أو من قطاع غزة. هذا يعني حتمية المواجهة البرية. إلى الآن لا يبدو أن هناك إمكانية للهجوم البري، وإلا سيكون هناك ربما تفجر إقليمي أوسع. ابقى معي لو سمحت أستاذ عبد القادر نعنع، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور عبد الحميد العاني، الاتصالات قطعت في غزة وكل الخدمات، إلى أي مدى الآن بات من المهم جدا خلال هذه المرحلة أن نكون نحن صوت غزة، وخاصة أنتم في هيئة علماء المسلمين طالبتم العالم كله بوجوب وفرض مناصرتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوف الكرام ولجميع المشاهدين من خلال إشارة شاتكم الكريم. حقيقة نعم، هو حرب إبادة ضد هذا الشعب، وحرب شاملة. هي نجد اليوم الغرب كله يتمالأ ويتكاتف في سبيل هذه الحرب وفي سبيل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وهذه الحرب التي ممكن أن نطلق عليها بكل وضوح أنها حرب قذرة تأتي على الصغير والكبير. واجبنا اليوم كما ذكرنا ذلك في أكثر من مرة وفي تجمعات سابقة وبيانات سابقة لنا، أنه وجوب النصرة، لأنه هذه الحرب كما أنها ضد الأمة كلها، فإن الأمة كلها مطالبة اليوم بأن تقف مساندة لإخوانهم، ونحن أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلا بد من النصرة. وأحد أوجه هذه النصرة هي نشر الحقائق وكشف الزيف وتوضيح هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وتوثيقها وإذاعتها للعالم ونقلها إلى العالم، وكسر هذا الطوق الذي يحاول الكيان صناعته ومن خلال قطع.
سنعود إليك مباشرة دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، ولكن سوف ننتقل الآن لرفع الأذان ثم نعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المتابعة الإخبارية المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وبالعودة إليكم دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. الأثمان مدفوعة كبيرة دكتور عبد الحميد، كبيرة جدا هذه الأثمان بالنسبة لقطاع غزة، ولكن الرد الأمريكي على هذه المجازر التي ترتكب بشكل مستمر ضد المدنيين، تقتل الأطفال، تقتل النساء، تقتل بلا هوادة وبلا رحمة وبأنظار وتفرج العالم أجمع على هذا العنف المأساوي. هل هذا الرد الأمريكي يرتقي لحجم العنف المأساوي دكتور؟ لا، في العراق عرفنا الحجم المأساوي، هذه جربناها سابقا أكثر من مرة، وتحديدا من هذا الكيان الصهيوني والإجرام الأمريكي الذي يسانده. شهد العراق قبل مدة قليلة في هذين العقدين معارك كبرى قادها هذا الإجرام العالمي، أمريكا وآلتها العسكرية، حرب إبادة، حربين على الفلوجة في 2004 وحرب على الموصل، كلها اعتمد فيها الكيان الاحتلال الأمريكي وآلته العسكرية هذه السياسة، سياسة الأرض المحروقة التي لا تتناسب أبدا مع ما هو موجود على الأرض، لكن هذا يتناسب مع طبيعتهم القتالية التي لا يستطيعون التقدم على الأرض شبرا إلا على أرض فارغة. لذلك هم هذه الحرب، خاصة اليوم نتكلم عن غزة، هي طريقة ما يفعلونه اليوم من إجرام كبير مبالغ فيه بشكل فج وفظيع جدا، لأن مقصدهم هو كما هو مصرح، هو تفريغ هذه المنطقة من أهلها. يريدون تهجير كل الملايين الموجودة في أرض غزة ويجعلونها أرضا قاحلة. لذلك هذه الهمجية التي يمارسونها اليوم من قصف لا يستثني أحدا ولا يفرق بين حجر وبشر، لا يفرق بين صغير وكبير وطفل وامرأة ورجل وغيرها. وفضلا عن هذا التدمير هنالك الحصار لمنع الدواء ومنع الغذاء ومنع الماء ومنع الكهرباء، وأخيرا قطع الانترنت والاتصالات على هذا الشعب. هم يخافون من الكلمة ويخافون من أن تخرج الحقيقة إلى العالم. ولذلك ماذا نتوقع من أناس نشأوا على الإجرام وقاموا على الإجرام، وللأسف كثير من الدول اليوم تساندهم أو تسكت على إجرامهم إن لم تكن تساندهم صراحة. نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور عبد الحميد العاني، سأعود إليكم مرة أخرى. دكتور عبد القادر نعنع، العودة إليكم مرة أخرى، كيف تنظر وتصف الموقف العربي، يعني الموقف الرسمي العربي، هل ترى فيه أي تحول، وخاصة أن الأمور باتت مع الاعتداء والقتل المستمر على قطاع غزة والقصف الذي تعدى الحدود باتت ضمنيا مهددة أيضا هذه الدول؟ حسنا، الموقف العربي عموما لا يخرج عن النمط العام الذي شهدناه في العقدين الماضيين أو في العقود الثلاثة الماضية. يعني الموضوع العدوان الإسرائيلي على غزة تحديدا هو أمر متكرر، أو المواجهة بين حماس وإسرائيل أمر متكرر، ربما الآن هو الأكثر إجراما. لذلك يمكن توصيف الموقف العربي، جزء منه غير قادر على اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض، إما لقيود الجغرافيا وإما لقيود العسكرية أو نتيجة علاقاته بالولايات المتحدة، أو لأنه يدرك أنه غير بالأساس منفرد في الساحة. لكن هناك ثقة، العربي إلى الآن هو خارج المعادلة أو يتصرف وكأنه غير معني. السبب الأساسي وراء ذلك هو وجود إيران في المعادلة، في معادلة المقاومة الفلسطينية حماس، وبالتالي هذا الطرف العربي لديه إحساس أن ما يجري الآن هو نوع من أنواع المعارك التي تقودها إيران في المنطقة لتوسيع النفوذ. لذلك هذا الطرف العربي، ونتحدث تحديدا عن الخليجي، يحاول أن يكون بعيدا عن المشهد حتى الآن. ربما تعطلت عملية التطبيع السعودية الإسرائيلية قليلا أو تم تجميدها
لكن بشكل عام الموقف عموما الموقف العربي مرتبط بالاساس بكم قليل من الاتفاقيات مع الولايات المتحده غير قادر على التصعيد. ربما نشهد تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في الفترات القادمه. بعض الشوارع العربيه ربما تضغط باتجاه اكثر من ذلك قليلا، لكن ايضا الحكومات العربيه قلقه من تحركات الشوارع العربيه، لان تحركات الشوارع العربيه ربما تؤدي الى انفجار اكثر في بعض الدول المتوتره بالاساس. إذا الحكومات العربية أمام ضغط حقيقي، هي من جهة لديها مسألة إيران، من جهة ثانية علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة ثالثة إشكالية الشوارع المتحركة في داخلها. نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور عبد القادر. أرحب بالأستاذ يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ يوسف مرحبا بك معنا في هذه التغطية. مساء الخير، تحياتي لكم ولضيوفك المشاهدين. مساء النور أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، يعني مع إعلان الاحتلال الصهيوني عمليات برية على قطاع غزة، هناك تظاهرات تفجرت في جميع أنحاء العالم ومنها تركيا التي صرح وأعلن رئيسها رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي فيما لو استمر عمليات القتل وشن العدوان على قطاع غزة. هل ترى أي تطور جديد في الموقف التركي أو الدور التركي بشأن غزة؟ نعم، بكل تأكيد السياسة الخارجية التركية وخطاب الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم كان خطابا قويا ويحمل الكثير من الرسائل، وإن كان جاء متأخرا، ولكن هو دائما السياسة الخارجية التركية عودتنا أن تكون بطيئة ولكنها تكون حكيمة وأن تستنفذ كل السبل. اليوم وفي التجمع فلسطيني الكبير الذي خطط له من قبل حزب العدالة والتنمية وحضره أكثر من 2 مليون من الشعب التركي ومن المقيمين في تركيا، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان رسائل قوية كما أسلفت. من أهم هذه الرسائل واحد، بأن إسرائيل هي مجرمة حرب، وأن تركيا تسعى لإعلان ذلك وتسجيل ذلك رسميا ودوليا بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وهي منظمة إرهابية وليست لا تعتقد أن تكون دولة. هذا أولا. ثانيا، أنها ستبقى معزولة وتبقى وحيدة، وأن الغرب هو الذي يدعمها وهو الذي يجرها لأن تقوم بما قامت به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد قطاع غزة تحديدا، وما تم ارتكابه من جرائم راح ضحيته الآن 7700 من الشهداء، نصفهم من الأطفال غير النساء وغير المدنيين والأبرياء. ثالثا، الرسالة التي وجهها الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم كانت قوية، من حيث أنه أعاد كلمته المشهورة أننا كما كانت تركيا وكانت دعمت ليبيا ودعمت أذربيجان، فربما تأتي في منتصف ليلة ما، وهذا كناية على أن ليس فقط الضغط الجماهيري والدبلوماسي والسياسي، وإنما إذا ما لزم الأمر تركيا جاهزة لأن تكون متواجدة وأن تضحض هكذا جرائم تتقي أنها جرائم ضد الإنسانية، لأن آلة القتل الإسرائيلية لم تستثني أحدا في هجومها، والاستمرار في ارتكاب المجازر بشكل تصاعدي 22 يوما مستمرة في آلية القتل واستهداف جميع المدنيين، و 120 دولة صوتت لوقف إطلاق النار ولا أحد يقوم بتطبيق هكذا قرارات أممية. إذا يجب التدخل بأي شكل كان، وهذا كان ربما رسالة مبطنة بأن تركيا جاهزة إذا ما لزم الأمر أن يكون لها دور فعال في إيقاف حمامات أو شلالة الدم التي تراق في غزة. نعم سيد يوسف. وفي فلسطين. نعم. سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ دكتور عبد الحميد العاني، يعني طالما الغرب يتهم العرب والمسلمين بشكل عام، يتهم الفلسطينيين بشكل خاص، إسرائيل أيضا تتهم المسلمين في غزة في جميع مدن فلسطين بنشر خطاب الكراهية ومعاداة السامية. ما يجري الآن من عمليات قتل العالم كله يتفرج عليها ويرى بأم عينيه كيف أن القصف
قتل الأطفال بمئات الآلاف وقتل النساء وقتل المدنيين بدون أي رحمة. يا ترى ما جرى؟ هل أحدث نقلة في الخطاب الإعلامي لصالح التضامن العالمي مع غزة؟ إلى أي مدى ترى ذلك موجودا؟ نعم، ما ذكرتم من أساليب خسيسة يتبعها الكيان الصهيوني وأمريكا ومن يقف معهم في هذه الحرب وهذه الجرائم والانتهاكات هي ليست المرة الأولى، وينطبق عليهم المثل العربي رمتني بدائها وانسلت، يرفعون شعارات وهم يخالفونها ويتهمون الآخرين بما هم يقومون به من أفعال الشنيعة، وهي هذه الاتهامات يتخذونها كأنها شماعات يعلقون عليها ويتسترون وراءها لمزيد من الإجرام والانتهاكات التي يقومون بها. لكن في عالم اليوم والحيث لم يعد يستطيعوا يعني اليوم لا يستطيعون السيطرة كاملا على وسائل الإعلام الذي انتشر وبات حرا نوعا ما بتعدد وسائله وأساليبه والناشطين فيه، فإننا نعتقد أنه، وهذا طبعا محللين اليوم يرون أن هذا الخطاب الذي يسيرون عليه من التزييف الحقائقي وقلب الأمور على عقبها، هذه انقلبت الطاولة عليهم وباتت اليوم يعني انتشار بات منتشرا لدى الكثير من الشعوب، لا نتكلم عن الحكومات الغربية، الكثير من الشعوب في الغرب باتوا على وعي ويقين عن ما يقوم به هذا الكيان ويقوم به الغرب كله إنما هو كذب وافتراءات وإنما هي جرائم. وخير شاهد ما رأيناه اليوم مظاهرة كبيرة جدا مليونية في شوارع لندن للتنديد بهذه الجرائم وهذه الانتهاكات. نعم، مظاهرة اسطنبول كانت عارمة وكبيرة، لكن هذا معتاد في بلد مثل تركيا الذي تعيش القضية الفلسطينية فيه وله مواقف كبيرة جدا على مدى السنين الطوال، لكنه أن تحدث النقلة في البلاد الغربية في المجتمع الغربي بمثل هذه التظاهرات التي رأيناها اليوم وبمثل كثير من الإعلاميين في الغرب الذين باتوا يصرحون يصرحون بشكل واضح وصريح في نقد هذه السياسات وفي تجريم هذا الكيان وفي الضحك على أساليبهم في التزييف، فإنها فعلا نقلة نوعية لما تحقق اليوم. ولكن نأمل أنه هذه الشعوب يكون لها دور غير الكلمة، يكون صوتها مؤثرا على تغيير القرار السياسي في تلك البلاد وتراجعها عن هذا الدعم، حتى لا تكون هذه الدول أكثر من ما هي اليوم شريكة في هذه الانتهاكات وهذه الدماء. نعم دكتور عبد الحميد، ابقى معي لو سمحت. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر، كيف تقيم الأداء المتوفر لدى المقاومة الآن؟ هل أصبح أو بات المقاومة، طبعا المقاومة باتت لها التأثير الكبير منذ السابع من بداية هذا الشهر، الآن بحسب ما ترى من سير العمليات العسكرية، كيف تقيم دور المقاومة الآن؟ وهل هي بنفس مستوى القوة عندما في بداية معركة طوفان الأقصى؟ مستوى المقاومة أو مستوى حركة حماس وحلفائها تغير كثيرا في هذه العملية عن العمليات السابقة، يعني يبدو أن هناك مستوى أكثر من التخطيط العسكري، من الإتقان، من اللوجستيات، من الاستخبارات، هذا كان واضح منذ اللحظة الأولى. لكن الآن عادت حماس إلى داخل قطاع غزة وهو الاستعصاء الذي يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل. لا أعتقد أن حماس يمكن القضاء عليها، هي متمدرسة داخل أرضها. محاولة دخول إسرائيل عبر نظرية الأرض المحروقة ستؤدي إلى خسائر كبيرة على إسرائيل وخسائر في الرأي العام الدولي أيضا. لكن أعتقد أنها أيضا بدأت تفقد قليلا من قدرتها على مواجهة إسرائيل، ربما لم تكن تتوقع هذا الكم من الهجوم أو هذا الكم من التأييد العالمي للحكومات العالمية الغربية لإسرائيل، لكن ما تزال حتى الأيام القادمة قادرة على صد إسرائيل ومنعها من التوغل البري. لكن ربما تلجأ إسرائيل إلى مزيد من العنف وبالتالي قتل مزيد من المدنيين في داخل غزة، هذا سيؤدي إلى ضغط أكبر على حماس، وهذا يبدو ما تشتغل عليه إسرائيل،
الضغط على حماس عن طريق رفع حصيلة المدنيين القتلى. نعم استاذ عبد القادر ابقى معي لو سمحت. استاذ يوسف كاتب اولو بالعوده اليكم مره اخرى، لطالما الكيان الصهيوني يتاثر بشكل كبير اذا ما خسر على المستوى المادي او على مستوى التعاون مع الدول. تركيا عندما يعني صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان على الكيان الصهيوني على اسرائيل ان توقف جنونها والا فان تركيا سوف يكون لها كلام اخر. إيقاف التعاون في مجال الطاقة مع الكيان الصهيوني من وجهة نظرك ما مدى تأثيره وكيف سيكون وقعه في، هل يصب في فهم إسرائيلي لمدى الخطورة فيما لو استمرت بعمليات القصف والقتل المستمر على قطاع غزة؟ يا سيدي قلناها مرارا بأن ما قبل 7 أكتوبر تشرين الأول لن يكون كما بعده، وبالتالي سيكون هناك تغيرات جذرية في العلاقات الدولية بين تركيا وبين هذا النظام القاتل وهذا الكيان الغاصب بين قوسين إسرائيل. وبالتالي نعم الرئيس رجب طيب أردوغان ألغى زيارة كانت مجمعة له إلى إسرائيل، وأيضا وزارة الطاقة التركية قامت بتعليق وتجميد العلاقات بينها وبين الوزارة من الطرف الآخر، وتجميد الاتفاقيات التي كانت مسمع أن يتم المضي فيها قدما، سواء كان في موضوع غاز شرق البحر المتوسط أو المتعلق بهذه الأمور. طبعا تبعات هذه الأمور هي أتوقع بأن الكيان الإسرائيلي هو الخاسر الأكبر. تركيا لديها بدائل كثيرة جدا، وتركيا مصرة على ان لا يكون يعني الامور والعلاقات التجاريه والاقتصاديه على حساب الثوابت عندما تكون هنالك جرائم حرب، وعندما يكون هنالك شلالات دماء، وعندما يكون هنالك الان هذه الغطرسه وعدم الرضوخ لكل النداءات الانسانيه والدوليه والقرارات الامميه. حتى تركيا في منذ بدايه الازمه في بعد 7 أكتوبر كانت تركيا ولجأت إلى الحياد لتكون وسيط من أجل أن يكون هناك وقف سريع لإطلاق النار، ولذلك يكون هناك مزيد من الضحايا من المدنيين من الفلسطينيين. ولكن مع الأسف الغطرسة الإسرائيلية والدعم الغربي أدى أن يكون هناك ترتفع فاتورة الشهداء، عوضا أن تكون بضع مئات أصبحت أن نتكلم عن 7700 شهيد نصفهم من الأطفال. إذن كان على تركيا لزاما أن تقوم بما قامت به وبما أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم من أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ويجب محاسبتها على ذلك. وأنا أتوقع أنه في خلال الساعات القادمة أو ربما الأيام القادمة أن يتم طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة واستدعاء السفير التركي من إسرائيل إلى تركيا، تجميد العلاقات الدبلوماسية أو على الأقل أن تنزل إلى أدنى مستوى، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل دوليا كدولة ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية وضد المدنيين. أما اقتصاديا وتجاريا والعلاقات الثنائية فتركيا لديها البدائل الكثيرة، وهي ليست مضطرة فقط أن تتعامل حصريا مع كيان غاصب وكيان الآن يعيث فسادا في المنطقة، ولن تتخلى تركيا عن مصداقيتها بأنها هي مصير المظلومين، ولن تقايض دماء المظلومين بالمنافع التجارية هنا وهناك. نعم سيد يوسف ابقى معي لو سمحت. دكتور عبد الحميد العني بالعودة إليكم مرة أخرى، ما المطلوب عمليا اليوم في خضم المعركة التي يبدو أنها ستطول بحسب التحليلات وبحسب المراقبين؟ نعم قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين اليوم أصدر فتوى بوجوب المناصرة لفلسطين وقضيتها العاجل اليوم، وجاء في هذه الفتوى فتوى طويلة منها أنه يجب، وكلمة يجب في الحكم الشرعي لها دلالتها التي لا تجوز المخالفة، فجاء فيها يجب شرعا على المسلمين حكومات وشعوب نصرة المجاهدين وشعب غزة بكل الوسائل، سواء بالنفس أو الأموال أو الوسائل الإعلام أو السياسة أو الوسائل العسكرية وغيرها. ولذلك الواجب اليوم على الجميع أنه يستخدم ما لديه من إمكانيات
لنصرة هذه القضية بكل الوسائل وكل السبل، ومنها على سبيل المثال أنه يكون للشعوب هذه صوت، وصوت مرتفع على الأقل إجبار حكوماتهم لتغيير مواقفها اليوم الساكتة. يعني رأينا اليوم موقف تركيا الذي كان قبل قليل بتصريح جريء جدا وقوي من فخامة رئيس الجمهورية. هذا الموقف يعني نريد أن نراه من جميع الدول. كل الدول تمتلك وسائل لتستخدمها للضغط أو للمفاوضات أو لعلاقاتها مع الآخرين، فلا بد لهذه الدول أن تمارس دورها في نصرة هذه القضية، نصرة هؤلاء المظلومين اليوم. يعني اليوم القضية الفلسطينية ليس فقط نتكلم عليها من ناحية إسلامية وكونها أمر مقدس لدى المسلمين، بل هي قضية إنسانية قبل أن تكون قبل كل شيء. فاليوم ما يرتكب من جرائم وانتهاكات صريحة وأمام مرأة ومسمع العالم والدول ساكتة، فإن ذلك يعد هذا السكوت يعد مشاركة في هذه الجريمة. لذلك الواجب على الحكومات جميعا أن تلوح، على الأقل تلوح بأن لديها أوراق وبديها إمكانيات لتحريكها أو لاستخدامها لهذا الأمر. الشعوب كما قلنا رفع الكلمة، والمال اليوم نحن نرى كيف أبناؤنا في غزة، أهلنا في غزة يعانون، فلا بد من أن يكون هنالك ضغط كبير، ولا سيما مما يسمى بدول الطوق، أنه يكون هنالك ضغط لإدخال هذه المساعدات إلى هؤلاء هذا الشعب. وفضلا عن ذلك كما قلنا وذكرنا في أول المداخلة هي قضية الإعلام بنصر هؤلاء بنشر الحقائق، نشر الزيف الذي يرتكبه هذا الكيان، نشر الفظائع والانتهاكات وتوثيقها، وإعلام الناس وإزالة هذا الستار الذي يحاول الغرب أن يصنعهم ويضعه بين هذه الحقيقة وبين شعوبهم. كل ذلك يكون مؤدي إن شاء الله، يؤدي إلى شيء من النصرة وإلى تثبيت أهلنا هناك، فضلا طبعا عن سلاح قوي نؤمن به نحن المسلمون، ألا وهو الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بقوة أن يكف الله بأس هؤلاء المجرمين وأن يهزمهم وأن ينصر هذه الثلة الثابتة هنالك في هذه الأرض المقدسة. نعم، شكرا دكتور عبد الحميد. إذن مشاهدينا الكرام متواصلين مع حضراتكم بتقديم هذه التغطية، نتابع الآن هذا التقرير عن جرائم وفضائح إن صح التعبير قوات الكيان الصهيوني بقصفه للمستشفيات وكذلك للبنايات السكنية دون مراعاة لأطفال أو نساء. إذن بالعودة إليكم أستاذ عبد القادر نعنعي، يعني ما الخيارات الآن المتاحة أمام حكومة الحرب الإسرائيلية مع عدم وجود نتائج حقيقية على الأرض بالنسبة لجيش الكيان الصهيوني؟ ما هي الخيارات أمامه؟
الآن يبدو أن الخيار الموجود اليوم حتى الآن هو استمرار القصف الجوي مع استمرار محاولات التوغل البري. رأينا تقريبا أصبح لدينا محاولتين أو ثلاثة وكلها بعد الفشل. لكن الموضوع بإمكانك أن تشعل حربا متى شئت، لكن لا يمكنك إيقاف حرب متى شئت. يعني التداعيات الإقليمية الآن مرتبطة بغزة. صحيح أن الرسائل التي تأتي من الولايات المتحدة ومن إيران ومن الميليشيات المنتشرة في المنطقة أنه ليس هناك تصعيد باتجاه حرب إقليمية، لكن أي خطأ فردي أو سوء تقدير ربما يقودنا إلى ذلك. إذا إسرائيل الآن ملتزمة بنهج القصف المستمر، حرق الأرض، محاولات التوغل إلى أن تجد طريقة إما للتوغل وإما لإيقاف الحرب عبر دبلوماسية إقليمية أو دولية. أما الخيارات الأخرى فهي أكثر سوءا، وذلك من خلال تورط جهات أخرى بالحرب أو فتح عدة جبهات مشتركة أو مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة. ويبدو أنه إلى الآن هناك اتفاق على المواجهة بين الولايات المتحدة والميليشيات المنتشرة في المنطقة بنمط منخفض الحدة، أي قصف خفيف الحدة ورد أمريكي خفيف الحدة. لذلك ما تسعى إليه أستاذ عبد القادر، هل ستكون أقرب إلى معركة استنزاف؟ يعني الهجوم البري، كثير من المراقبين العسكريين والمحللين يرون أنه من غير الممكن أن يستمر بسبب طبيعة غزة وبسبب أنفاقها وبسبب الخسائر الكبيرة والفادحة والمتوقعة التي سوف يتكبدها الاحتلال الصهيوني. هو استنزاف للطرفين، هو استنزاف للحالة الإنسانية في غزة. نرى ارتفاع عدد الضحايا يوميا وبالآلاف، لكن في المقابل إسرائيل غير قادرة على استمرار استنزافها الاقتصادي وفي حالة حرب دائمة لأشهر، كما تدعي إسرائيل أنها ستذهب إلى شهرين أو ثلاثة أو حتى لسنوات. هذا غير منطقي، يعني إسرائيل بالأساس غير قادرة على الاستمرار بهذا الحال. إذا أعتقد أننا ربما نبقى عالقين بهذه الصورة لعدة أسابيع قادمة، أسبوعين أو ثلاث أسابيع، إلى أن تتبلور جهود دبلوماسية تؤدي إلى تسوية بين الطرفين. طبعا هذه المرة ستكون تسوية أوسع، ليس حماس وإسرائيل فقط، بل ربما يكون هناك وسطاء آخرون يحاولون الحصول على مكاسب أيضا في المنطقة. نعم، سأعود إليك أستاذ مرة أخرى أستاذ عبد القادر نعنع. إذا أستاذ يوسف كاتب أغلو، في هذه الحالة العالم كله أمام الماكينة الإعلامية الإسرائيلية والأمريكية قبل يوم 7 أكتوبر، عندما كانت هذه الماكينة تشيطن حماس وتشيطن المقاومين الفلسطينيين. الرئيس التركي وصف حماس بأنها المقاومة وتدافع عن حق الفلسطينيين في أرضهم. كيف تنظر إلى الرأي العام الدولي الآن مع انطلاق وتفجر هذه التظاهرات المنددة بعمليات القتل التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة؟ هل الآن أصبح العالم مقتنعا فعلا بأن حماس أو المقاومة الفلسطينية هم أصحاب قضية ويدافعون عن أرضهم بحق؟ طبعا لابد أن نقول بأن قبل 7 أكتوبر ومع الأيام الأولى من هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين والمحاصرين، كان الإعلام وكان الرأي العام الغربي عموما كان يعني يشتهر بازدواجية المعايير، وكان يلفق السيناريوهات الكاذبة وأن حماس ترتكب جرائم حرب تجاه الأطفال والنساء، والروايات تم ترويجها على معظم وسائل الإعلام الغربية المشهورة، وتم استخدام شخصيات مشهورة لدى الغرب. يا سيدي، الغرب يكيل بمكيالين ودائما يتبع ما يسمى ازدواجية المعايير، وواضح أن هنالك حرب إعلامية مستمرة بالإضافة إلى الحرب العسكرية، هذا أولا. لكن مع مضي الأيام ومع وصلنا إلى اليوم 22، بدأت الأمور تختلف اختلافا كبيرا برأيي، لأن العالم الآن لا يستطيع الآن أن يخفي الحقيقة، أو العالم الغربي والرأي العام الغربي لا يستطيع أن يخفي الحقيقة الواضحة من خلال الفضاء الواسع للسوشيال ميديا ومن خلال تناقل الأخبار من عدة مصادر هي تنقل الحقيقة. وبالتالي أصبحت هذه المصادر ذات الازدواجية تختفي شيئا فشيئا،
وتعود لتغير من رواياتها ومن إعلامها لتكون أكثر دقة. وبالتالي هنالك الآن أتوقع بأن الحرب الإعلامية والرأي العام العالمي بدأ يتجه نحو الحقيقة، وبدأ هذا واضح من خلال ما تم التصويت عليه في الأمم المتحدة. 120 دولة صوتت اتجاه مناصرة المدنيين المستضعفين في غزة، وضرورة أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف هذه الهجمات الهمجية وإيقاف شلالات الدم من قبل الكيان المعتدي الإسرائيلي. لكن هذا لا يكفي، ما تزال هنالك بعض الدول تعطي دعمها للكيان الغاصب الإسرائيلي، وهي دول الآن تجاهر بذلك، بريطانيا، ألمانيا، أمريكا على رأسهم طبعا، وفرنسا وغيرهم. ولكن ومع ذلك نجد أن الشعوب في تلك الدول هنالك مظاهرات شعبية كبيرة مؤيدة لأهل غزة والفلسطينيين عموما وضد هذا الهجوم الإسرائيلي. إذن البوصلة بدأت تنقلب وبدأت الأمور تأخذ منحنى آخر عكس كل الحروب السابقة، وهذا يؤكد بأن هنالك سيكون الوضع في الكيان الغاصب الإسرائيلي ناهيك عن الوضع الداخلي والانقسامات الداخلية، بأن الحرب الإعلامية بدأت تدور عليهم وليس لصالحهم. شكرا جزيلا أستاذ يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر نعنع الباحث في العلاقات الدولية ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا للدكتور عبد الحميد العاني الناطق باسم هيئة علماء المسلمين. كنا وياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المتواصلة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، نلتقيكم في تغطية مقبلة في أمان الله.